باش نحل المجلس الشعبي الوطني الحالي، و سنمر مباشرة من بعد إلى انتخابات لتكون خالية من المال، سواء كان فاسد وغير فاسد، تفتح أبوابها للشباب. رئيس الجمهورية يقرر حل الغرفة السفلى للبرلمان ليضع حداً لجدال شغل الساحة عن شرعية ومشروعية المجلس الشعبي الوطني. قرار الحل لقي استحسان الطبقة السياسية التي اعتبرته مؤشراً لنهاية حقبة استغل فيها البرلمان لخدمة الحكومات المتعاقبة، وخطوة كبيرة لتحييد المان الفاسد عن السياسة. حل البرلمان لازم نعرف كل صراحة، لأنه البرلمان في المراحل السابقة كان نوعية ونوعين من برلمان. كان برلمان بكل صراحة برلمان الحكومة اللي طبعا دارته الحكومة السابقة وقاو فيه الحكومة السابقة وما عندوش علاقة طبعا بمطالب الشعب. نسمي القرارات التي جاء بها رئيس الجمهورية هذه المرة، هذه المجالس قد انتخبت في زمن الإصابة وفي زمن كثر فيه التزوير، وكانت الانتخابات لا هي شفافة ولا هي نزيهة. قرار الحل وفق الفاعلين في الساحة يسلط الضوء على قانون الانتخابات المنتظر، ومعه حزمة من القرارات التنفيذية الضامنة لإنتاج سلطة تشريعية حقيقية تمارس مهامها الدستورية على أكمل وجه وفق ما يتطلع إليه المواطن. نحن اليوم أمام يعني مرحلة تاريخية، لابد أن نضع القانون الذي يحقق الفصل بين السلطات ويعطي المكان الحقيقي للهيئة التشريعية. نعتقد أن هذه الخطوة ضرورية جدا من أجل إعطاء الأمل للجزائريين في بناء مؤسسات جديدة تتوافق مع المطالب التي رفعها الجزائريون خلال مسيرتهم قبل سنتين. إذن هي نهاية برلمان لطالما أسال انتخاب نوابه الكثير من الحبر بسبب المال الفاسد، وبداية لوضع أسس متينة لمؤسسات تشريعية حقيقية يتمتع فيها النواب بصلاحيات أوسع للدفاع عن المواطن.